لابد من استثمار كل ما تم إنجازه، سواء على المستوى التقني اللي الآن احنا يا بصدده والله يكمل علينا بفرحة إن شاء الله، أو على مستوى البنية التحتية المكتسبة أو التي عززت الرصيد للبنية التحتية على المستوى الوطني، ومن بينها أكاديمية محمد السادس. بطبيعة الحال هذا نموذج رياضي جديد وناجح جديد ومتجدد، إذن لا بد من استثمار هذه العملية، لا 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 لم يصبح لدينا المجال للرجوع إلى الخلف. الاستثمار لا بد أن ينظر إلى الأمام، واستثماره ويعني طموحات ولات كبيرة عند الشعب المغربي، لن يعد ممكنا أن نسمح لأنفسنا أن يعني أن نرتد عن هذه مثل هذه المنتجات. طيب، وأقول يعني لا بد للرياضة الأخرى أن تحذو حذو كرة القدم. شكرا. لأن لدينا ما يكفي كما قلت من المقومات للمضي قدما، وتكسير عفوا أختم في هذه النقطة، هذه تكسير طابو أنه دائما نحن في مرتبة دنيا مقارنة بالآخر. الآن أصبح لنا الدليل